السودان وصراع الذهب الخفي اللي هنحكيه في الحلقة دي هيخليك تفهم ليه السودان وصل للمرحلة دي وازاي مناجم الذهب السودانية كانت الوقود اللي اشعل فتيل الحرب. مش بس كده، المناجم دي ليها دور مهم بالحرب الروسية اللي بقالها اكتر من سنة شغالة والعالم كله بيعاني بسببها. تعال ناخد فكرة مع بعض عن صراع الذهب في السودان. مبدئيا كده السودان هي تاني اكبر دولة افريقية منتجة للذهب بعد غانا وجنوب افريقيا، وهي في المركز العاشر عالميا من حيث انتاج المعدن النفيس، والارقام الرسمية بتقول انها بتنتج حوالي 100 طن من الذهب سنويا. بس يا خسارة، حجم الانتاج الكبير للذهب في السودان مش بتستفاد منه الدولة تقريبا، لان حوالي 80% من الانتاج بيتم تهريبه، يعني اللي بيدخل خزينة الدولة السودانية من الذهب ما بيزيدش عن 20 طن او 30 طن في افضل الحالات، والباقي كله بيدخل. وعمليات التهريب الضخمة دي بتبقى سهلة، خصوصا ان 75% من انتاج الذهب في السودان بتعملها القطاعات الاهليه بعيد عن الحكومه، ده غير التوتر السياسي الكبير اللي بتعاني منه السودان خصوصا بعد الثوره على الرئيس عمر البشير والانقلابات العسكريه اللي حصلت هناك لغايه ما بدات حرب حقيقيه بين الجيش السوداني والميليشيات العسكريه هناك دلوقتي. طيب هو مين بقى اللي بيهرب الذهب وايه علاقه عمليات التهريب دي باللي بيحصل دلوقتي في السودان؟ بص يا سيدي، الاطراف اللي بتهرب ذهب السودان كتير، ومنهم تجار وشركات بتهرب لتحقيق ثروات طائله مستغله حاله الفساد والفوضى اللي بتحصل في البلد. بس اللي يهمنا في الموضوع ده هو علاقه اي حد بيمسك السلطه في السودان بعمليات تهريب الذهب دي. ووفقا للمحللين الاقتصاديين السودانيين، السودان بتنتج 200 طن من الذهب كل سنه، بس حكومه البشير ما كانتش بتعلن الا عن اقل من 100 طن، واللي بيوصل منها خزينة الدولة ما بيعديش 28 طن. طبعا عارفين الباقي بيروح فين. وخلينا نقول لكم كمان ان الاقتطال الجاني في اقليم دارفور غرب السودان بداية من 2003 بين الميليشيات العسكرية المسلحة مع بعضها وبينها وبين قوات البشير كانت برضو على الذهب، واللي راح ضحيتها 300,000 قتيل. الصراع على الذهب ما كانش مجرد صراع داخلي بين السودانيين وبعضهم، لكن اطراف اقليمية ودولية ضمنت تسلط الذهب الضخمة زي روسيا اللي كونت علاقات قوية مع البشير، وهو اللي ادى الشركات الروسية امتيازات استثنائية كتير خاصة في مجال التعدين، وهو نفسه اللي قال خلال اجتماع بالرئيس الروسي بوتين سنة 2017 انه هيخلي السودان مفتاح لدخول روسيا لباقي دول افريقيا. والنتيجة ان روسيا بتلعب في مناجم الذهب السودانية بموجب اتفاقية من ايام البشير منحت شركات التعدين الروسية حقوق التعدين للمناجم السودانية. طبعا ما نعرفش حاجة عن بنود الاتفاقية دي ولا تفاصيل، انما كله بالقانون وانتم عارفين. والحقيقة ان روسيا توغلت في دول افريقية كتير، مش بس اقتصادية وفي مجال التعدين، ولكن عسكريا كمان من خلال منظمة عسكرية روسية خاصة ليها قوات في افريقيا واسمها فاغنر، وصاحبها عنده علاقات صداقه قويه جدا مع بوتين. فاغنر دي متواجده في السودان من ايام البشير، بس بعد الثوره عليه سنه 2019 حبت تغطي نشاطها وراحت اسست شركه تعدين في السودان اسمها ماروي جولد بغطاء لنشاطاتها العسكريه والاقتصاديه هناك. والسكان المحليين في مناطق التعدين بياكدوا ان قوات الدعم السريع بيقدموا كل وسائل الحمايه والدعم لشركه التعدين الروسيه اياها. والكلام عن تهريب الذهب السوداني خصوصا لروسيا ما وقفش وخلاص بعد الثوره السودانيه، زي ما بيأكد تقرير خطير نشرته محافظ سيناء، بيقول ان 33 طن من الذهب بقيمه 2 مليار جنيه ما اتحسبوش في الخزانه العامه سنه 2021، بالرغم من ان الذهب ده انتجوه فعلا. ونفس التقرير اتكلم عن دلائل لتعاون كبير بين روسيا والمجلس العسكري السوداني بقياده البرهان، والصفقه كانت اعطاء موسكو ذهب بقيمه مليارات الدولارات مقابل دعم السياسي والعسكري، وده طبعا قبل ما تنقل روسيا دفتها ناحيه الميليشيات السودانيه وتتعاون معاها. ايه ده، هم الروس راحوا للميليشيات كمان؟ ايوه، واضح كده انهم لقوا مصلحتهم اكتر مع الميليشيات، خصوصا قوات التدخل السريع. ايوه، هي اللي بتحارب الجيش السوداني حاليا واللي قائدها محمد حمدان الشهيد بحمد. وبعيدا عن ان حميدتي ده كون ثروه طائله من انتاج الذهب وبقى اكبر تجار الذهب في السودان بعد ما سيطر على اغلب مناجم الذهب الغنيه، هو كمان عنده علاقات قويه بروسيا، خصوصا ان اكتر شركات التعدين الاجنبيه في السودان هي شركات روسيه. بس علاقه حميدتي بروسيا مش مقتصره على مجرد شركات قطاع خاص روسيه بتنقم على معدن نفيس او ذهب او غيره، لا، انما الموضوع شامل علاقات قويه جدا بينه وبين مجموعه فاغنر الروسيه. وشهاده السكان المحليين في مناطق التعدين بيأكدوا ان قوات الدعم السريع بيقدموا كل وسائل الحمايه والدعم لشركه التعدين الروسيه التابعه لمنظمه فاغنر، لدرجه ان عمال تعدين قالوا شهادتهم لوسائل اعلام ووكالات انباء اجنبيه
ان التعاون بين افراد قوات حميدتي والعساكر الروس في مجموعه فاغنر كبير جدا، وقالوا بالنص قوات الدعم السريع بيروحوا ورا الروس في اي مكان. واللي اتقال اكتر من كده وهو ان الانقلاب اللي نفذه الجيش السوداني مع ميليشيات سودانيه ابرزها قوات الدعم السريع على الحكومه المدنيه المنتخبه سنه 2021 كان مدعوم من قوات فاغنر الروسيه، وده طبيعي خصوصا لو عرفنا ان حكومه الثوره فتحت الشركات الروسيه بلفتها القديمه مع البشير وحاولت تعدل في الامتيازات الغريبه اللي كانوا واخدينها بدون وجه حق، ولكن للاسف ما نفذش. وحصل اللي كانت روسيا عاوزاه بالفعل، والتعاون بين قوات الدعم السريع ومجموعه فاغنر الروسيه زاد جدا سنه 2022 بعد ما شنت روسيا حربها على اوكرانيا. سافر حميدتي لموسكو عشان يقدم دعمه وموافقته على الخطط الروسيه في السودان، واولها بناء قاعده عسكريه بحريه على البحر الاحمر، وهي الخطوه اللي رفضها البرهان قائد الجيش السوداني. ومن هنا نقدر نستنتج ليه روسيا قوت علاقتها بميليشيات حميدتي اللي ما كانش عنده اي مانع انه يبني قواعد بحريه وكمان ساعد في سبيل ده. المهم وفقا لتحقيقات صحفيه عملتها صحيفه نيويورك تايمز الامريكيه، وكان من ضمن مصادرها مسؤولين غربيين حضروا الاجتماع بين بوتين وحميدتي، كانت الطياره اللي سافرت لحميدتي روسيا منقول عليها سبيل ده، وانه مقابل الذهب ده طلب من بوتين ان هو يحصل على معدات عسكريه منها طائرات بدون تدريب. مع وجود عقوبات اقتصاديه ضخمه على روسيا بعد حربها على اوكرانيا، حاولت موسكو انها تعوض ولو جزء بسيط من خسائرها عن طريق الذهب بتاع افريقيا وتحديدا السودان. وهنا لقينا شهادات عمال قاعدين اكدوا ان روسيا كانت بتطلب الذهب بشكل كبير خصوصا بعد حربها، وكانت بتدفع فيه مبالغ كبيره لدرجه ان عامل منهم كان بيقول بالنص لوكالات انباء الروس بيكونوا في امس الحاجه انهم يشتروا اي ده اي حاجه. وده بياكد تصريحات مسؤول امريكي كبير في الحكومه الامريكيه ان واشنطن قلقانه من استخدام موسكو لذهب السودان عشان تمول بيه حربها على اوكرانيا. والنهارده مع اشتعال الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش الروسي تقارير جديده بتتكلم عن دعم مجموعه فاغنر العسكريه الروسيه لقوات الدعم السريع بصواريخ عشان تستمر في قتالها مع الجيش هنا، وان النشطاء قدروا يجيبوا ادله من صور الاقمار الصناعيه على وجود امدادات عسكريه روسيه للميليشيات السودانيه عن طريق الاراضي الليبيه اللي بيسيطر عليها خليفه حفتر قائد الجيش الليبي واللي ليه علاقات كبيره بروسيا. وفي محللين سودانيين اتكلموا ان سبب امداد مجموعه فاغنر لقوات الدعم السريع بالاسلحه هو قيام الجيش السوداني على شويه موظفين في شركه التعديليه التابعه لروسيا بتهمه التهريب لذهب السودان للخارج. سامعينكم بتسالوا طب ما هو طبيعي ان وسائل اعلام غربيه وامريكيه تقول على روسيا كده، وطبيعي تجن حملات كمان اعلاميه عليها حتى لو الكلام مش حقيقي. بعيدا عن ان التقارير الاعلاميه دي استعانت بشهود عيان ومحللين سودانيين باسانيهم ووظائفهم، يعني مش محللين او صحفيين غربيين او مجرد تقارير مثلا مكتبيه، لا الاخبار دي كمان اعلنتها السودان انها قبضت على 36 موظف روسي شغال في الشركه التابعه لقوات فاغنر، واتهمتهم وزاره العدل السودانيه بشكل مباشر بتهريب الذهب، وهي نفس الشركه اللي بينها وبين قوات الدعم السريع علاقات قويه. تفتكروا دي مجرد صدفه؟ ده غير ان الاتحاد الاوروبي وامريكا موقعين عقوبات على شركه التعديل بسبب ادله واضحه عن صلتها بمجموعه فاغنر اللي اسسها بوتين نفسه عشان يكون ليه نفوذ عسكري في افريقيا، واللي كان ليها عمليات عسكريه في روسيا وليبيا بالفعل، وتاكيدا على اللي فات بتقول اسماء الحسين مدير التحرير جريده الاهرام والمتخصصه في الشؤون الافريقيه انه بخلاف الحرب الدائره حاليا في السودان في حرب ثانيه شغاله من فتره بين الوجود الروسي والوجود الغربي في دول افريقيه كتير اهمها السودان وليبيا وافريقيا الوسطى وموزمبيق ومالي. وان الصراع الروسي الامريكي هو صراع على مصالح والنفوذ وعلى الثروه المعدنيه الكبيره هناك، ده غير ان سواحل السودان على البحر الاحمر محل اطماع جهات كتير نفسها يكون ليها قواعد بحريه، واول الجهات دي روسيا وتركيا وقوه دوليه واقليميه زي الامارات والسعوديه. اما الباحث الروسي في مدرسه الاقتصاد العليا في موسكو اللي اسمها لانا بدفان اكدت ان روسيا بتحاول بكل السبل انها تسيطر على ثروات السودان وتحديدا الذهب واليورانيوم وموارد الطاقه، وده اللي بيخلينا نستنتج ليه روسيا حاولت انها تبني علاقات قويه بكل القوى الفاعله في السودان. في الاول بنت علاقات قويه مع البشير، ولما مشي بثوره شعبيه راحت للجيش السوداني وحاولت تتقرب منه، ولما حصل خلافات على بناء قواعد عسكريه ليها راحت تتودد من
الميليشيات العسكرية اللي ليها نفوذ كبير زي قوات الدعم السريع، ونجحت في ده زي ما قلنا قبل كده. بس في سؤال مهم، هل العلاقة الروسية مع الميليشيات دي اتطورت لدرجة مشاركة قوات روسية معها في الحرب؟ الحقيقة ان معظم الخبراء سواء في اوروبا او افريقيا بيستبعدوا ان تكون قوات روسية او قوات فاغنر دي بتشارك في الحرب مع الميليشيات العسكرية، وفيهم اللي اكد انه مش من مصلحة روسيا تقوم حرب اساسا، لان ده بيأثر على استقرار مصالحها هنا بالبلد كده. اي دوشة هتخليهم مش هيشوفوا شغلهم كويس في مناجم الدهب، وده اللي بيأكده نشطاء سودانيين، وبيقولوا ان الحرب لسه بين طرفين سودانيين لغاية دلوقتي. بس الله اعلم ايه اللي هيحصل في الايام اللي جايه. كل شيء. وفي النقطه دي قالت الباحثه في شؤون مجموعه فاغنر ايزابيلا كوري انه صحيح في ادله واضحه على دعم فاغنر لقوات الدعم السريع بالمعدات العسكريه والاسلحه، بس مش واضح لغايه دلوقتي اذا كانت القوات الروسيه دي بتشارك في الحرب ولا لا، خاصه ان مش من مصلحه روسيا انها تكبر الصراع لدول ثانيه مجاوره. طيب هل ده عشان روسيا خايفه مثلا من الدول دي؟ أبدا، هي بس خايفه الحرب دي تروح لدول ثانيه هي عامله معاها اتفاقيات لاستخراج الذهب زي افريقيا الوسطى مثلا. مش بقول لكم كلها مصالح؟ باختصار، الحرب اللي انتم شايفينها دلوقتي ان هي اللي نتيجه صراع طويل وخفي على موارد وثروات السودان، وبيتم من زمان، وللاسف اللي ادى فرصه للقوات الخارجيه انها تلعب في الثروه دي هم السودانيين، شاركوا في عمليه النهب عشان يحافظوا على نفسهم وحكمهم باي طريقه، حتى لو على حساب تشريد شعبهم وضياع اقتصاد وموارد الدوله. هي ممكن تبقى سله الغذاء لهم. مستنيين تعليقاتكم ورايكم في ازمه السودان، وما تنسوا تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب طبعا لو عجبكم الفيديو. اشوفكم على